في بلادنا ينمو الزعفران بطبيعة الحال فقط في كشمير. كشمير هي تاج بلادنا. الزعفران يتميز بالكثير من الخصائص الطبية، فهو يحمينا من نزلات البرد، وهو أيضاً مفيد لبشرتنا، وإذا تناوله الأطفال فإنه كذلك يعزز نموهم. عندما يشتد البرد القارس، خذ بضع وريقات من الزعفران وأضف إليها بعض القرنفل وشيئاً من جوزة الطيب، واصنع مزيجاً وتناوله مشروباً، فهو يساعد في التغلب على قشعريرة البرد في جسدك. وإذا أراد الكبار الذين يتعرضون للطقس البارد أن يتغلبوا على الشعور بالقشعريرة وأن يشعروا بالدفء، فبإمكانهم أن يتناولوا مشروباً يحتوي على الزعفران. وإذا كنا نريد تحسين صحة أسرتنا إجمالاً، وإذا كنا نرغب في بشرة نضرة، وإذا كنت تود الانتفاع بفوائد الزعفران بشكل كامل في حياتك، فأضف ريقات الزعفران إلى الحليب المغلي الذي يشرب منه جميع أفراد الأسرة، وتعتمد كمية الزعفران التي تضيفها على كمية الحليب. فإذا قمت بغلي لتر واحد من الحليب، يمكنك إضافة شريطين أو ثلاثة من الزعفران بعد أن يغلي الحليب، وستنتقل فوائد الزعفران بالتدريج إلى الحليب لتنتشر فيه. فإذا شرب جميع أفراد الأسرة من ذلك الحليب، فلن يفيد صحتهم فقط بل وبشرتهم كذلك. يجدر بكم الوعي بأهمية الزعفران. استخدموه خلال فصل الشتاء للوقاية من المشاكل التي يسببها الشتاء.